خرجت خلال الهدنة كانت الجثث، يعني كنت أنا بعيني لما كنا نمشي كنا نشاهد الجثث أمامنا ما في أحد يرفعها. صدمنا في رحلة العودة إلى اليمن، كانت رحلة صعبة جدا، وبسبب الأوضاع الأخيرة اللي حصلت واندلعت حرب في السودان، ورزقت المولودة في تحت الاشتباكات، يعني في وضع الحرب. حتى تم إجلاءنا بسفينة حربية غير مجهزة يعني، في وكانت زوجتي وضعت يعني في ميناء بور السودان، وسافناها مستشفى الهيئة تبع ميناء البر السوداني، وكان وضعها سيء جدا يعني، بنتي عمرها 7 أيام يوم ما غادرنا من بور السودان، عمرها 7 أيام. أول مشكلة هو تأخر الجانب الحكومي من سرعة إجلاءنا من الخرطوم إلى بور السودان، كان الجانب المالي هو العائق. بعد ما تم إجلاء اليمنيين إلى بور السودان واجهتنا مشاكل عديدة، من عدم توفر المساكن، عدم توفر الغذاء، عدم توفر الماء الصحي.